شوية، ركبت من شوية. ركبت من شوية. يا سلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنتم
هلا والله، سلام، حياك الله. مكة اخي، ندقدق عليك يا عم هاشم، ما حترد على جوالك ولا عاد. الله المستعان. بس هلا دقت عليك، انت لفت، انت يا ولد الرجال ذا، وش تغير هذا؟ وش اللي غير رياضك؟ مصالح قلت ولا هذا قسم المصلحة قسم الدنيا ما فيها. انا دقت عليك لان كان في لك كفر عندي، ايش تعطيك اياه الجنب حق السيارة؟ والله انا نزلت واحد في البنشر، خليني اشوف الاغنية في البنشر واشوف. انا وديت البنشر وسيمته والله يعني. بارك ايه. عندي كان جنب بيتي، انا نزلته يوم كذا، كنت اشتريت جيمس ثاني، قلت اشتري اعطيك اياه. وما تو... ها؟ 50 فقط؟ اشتريت جيمس ثاني من زبون مخرج بفلوس. وقلت ايش تعطيك اياه؟ نظيف جدا ولا تصلح فيه ولا دقه. قلت ابغى اعطي هاشم، هاشم ما يرد على الجوال.